أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم. ملفات جديدة وأخبار مختلفة تنقلها نشطاء ومرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، واخترنا لكم منها العناوين التالية. البداية ستكون مع أهالي البصرة الذين أكدوا وجود مطاردين من شباب البصرة، وذات الأمر ينفيه جعفر البطاط قائد الشرطة الحكومية فيها. ثم نذهب إلى الجهود الفردية التي يقوم بها أهالي البصرة لإيصال المياه العذبة إلى بيوتهم في ظل تواصل العجز والإهمال الحكومي بحقهم. بعد ذلك نتوقف عند موضوع المدارس العراقية في ظل حكم الأحزاب المستمر منذ عام 2003 وكيف أصبحت متردية. والختام سيكون مع حملات لمقاطعة العملة الجديدة التي حذف منها الدينار الإسلامي ووضع بدلا عنها اسم علي العلاق. أهلا بكم. البداية إذن مع أهالي البصرة الذين طلبوا اللواء الركن جعفر البطاط قائد شرطة البصرة بالكف عن اعتقال المتظاهرين. أن تتابعنا وتشوفنا أمور المعتقلين. هم ما طلعوا إلا من جوعهم. البصرة سيد البصرة تعرف أنه البصرة انهارت بالكامل نتيجة الفساد اللي خيم عليها. المتظاهر من نزل ما نزل احتمالا، نزل من الضيم اللي وقع عليه. احنا نريد هذا الضيم يرفع. شلون يرفع الضيم؟ انتم الان قوات امنيه، واجبكم حمايه المواطن وليس اضطهاد المواطن. والمواطن ابدا مو ضدكم، فهذه هي الامانه اللي يجب ان تحملوها ابدا والله. اللي ارجوك كيف لما اللي ارجوك عوائل المعتقلين وعوائل المطاردين أمانة في رقبتك. وين المطاردين؟ الآن أقوى شباب دارسين بيوتهم وما يلعون جمع عليهم على أجزاء. بعد هذا التوضيح العلني والمباشر من أهالي الشباب المطاردين والشباب المعتقلين، بعد هذا نفى قائد الشرطة بالمقطع السابق وجود مطاردين من شباب البصرة، لكن هذا الكلام ينفيه أحد المتظاهرين في الوقت الذي يؤكد شاب اعتقل على خلفية تظاهرات البصرة يؤكد تعرضه لتعذيب بشع في القصر الرئاسي والعشرات ما زالوا يعذبون هناك. نعم أنا اعتقلت من الساحة من أنا قالوا تظاهرا، فجيت من الساحة قعدت أنا يعني أول كلام أجي أول الناس، فطلعت واقف طلعت عبرت نجدة من هنا، أخذت النجدة قالوا وش عندك هنا أنت؟ كم مرة قلنا لك؟ وقلت لنا جاري قلت هنا أنت تمنين شاب الملك ولا شاب النادي ولا هاي، أنا رجال جاي الظاهر طالب بحقي شاب لا شغل عندي لا عمل، يعني أجي من هناك لين أنا مشي يعني. قال ها وتعال مشي وياني. ليش مشي وياك؟ جاي أريد الظاهر. قال لي تعال كبر ساعدني بالسيارة خذاني للمركز، المركز ودوني وين للقصر صدام. فضربوني قالوا اعترف أنت تيار ثالث، لا تيار ثالث ولا أنت من الحزب ولا تيار، يعني أنا مواطن جاي أطالب بحقي، أريد أنشغل أريد أن أشوف يعني غيري مرتاحين وقاعدين يعني بقصورهم أكو غيري يعني لقمة ما ياكلون. شو كانت المعاملة وياك؟ قلوني ضربوا قالوا إذا ما تقول أنت سويت وشو وين حركت وين هاي راح أستعمل وياك قوة. قلت له يعني شو أريد أسوي؟ شو أقول لك أنا؟ أقول لك قلوني وهاي. فصعدت للقاضي رحت طلعت أنا مكفل، مرة رجعت طلعوني كفالة، مرة رجعت كظاني نقيض موتني تموت. قال أنا إيش قلت لك؟ قلت لك أحكي هذا الحكي اللي قلت لك عليه. الجديد في هذا الأمر والغريب أيضا استكمالا لما شاهدتم في المقطع السابق أن المتظاهر يقول إنهم يعذبونه ليعترف بأنه تابع لما يسمى بالتيار الثالث، وهو مصطلح جديد أطلقته القوات الحكومية لتبرير ملاحقة المتظاهرين. كما أن قيادة العمليات فبركت بحسب ناشطين صورا واعترافات لمجموعة من المتظاهرين على أنهم تابعون لما تسميه القوات الحكومية التيار الثالث، وتتهمهم بالتواصل مع دول الجوار. بالمناسبة كان التنظيم حقيقة أول ما بدأ من غير بعض الشباب والذين صوروا قعدات بالكافتريات وبالجازينوات، البعض منهم كان يأيد هذا التنظيم تنظيم التيار الثالث على اعتبار تنظيم مسالم، ولكن التظاهرات كشفت هوية هذا التنظيم وبدأت العناصر تتراجع ويتصمون بنا وحضروا إلى الاستخبارات
طوعيه من خلال المسؤولين بالمحافظه، حضر عندنا وقال انا شريت مع بالتنظيم او تيار ثالث، ولكن ما اعرف شنو غاياتهم ومقاصدهم، واعلن انسحابي ووقع على اوراق وطلعوا اكثر من عنصر. اما الباقيين فهذا هيكلهم التنظيمي، ولدينا مثل ما بينا عناصر الان تحت طائله المتابعه والمطارده والملاحقه والمراقبه السريه، وان شاء الله لن نسمح لهم بالدخول او ايذاء البصره مع اي تظاهره قادمه ان شاء الله. ولدينا لقاء مثل ما بينا موسع مع الاخوه التنسيقيات، سيصار الى وضع الضوابط ووضع النقاط على الحروف، على انه كما نحمي التظاهره على الاخوه المتظاهرين ان يبيحوا لنا عمليه تنظيف التظاهره من العناصر السيئه. الاجتماعات هذه اجتماعاتهم السابقه اللي سبقت التظاهرات بالمناسبه، اللي تخلت التظاهرات ما كان مسيطرين كما بالشكل هذا. هذه قبل التظاهرات كانوا يعدون العده، ولكن بعد اثناء التظاهرات اختلف الوضع، ما يلتقون اكثر من اثنين ثلاثه بداوا يتفرقون خشيه من الزلزال الامنيه والاستخبار. في هذا الملف الختام سيكون مع الناشط علي المهنا الذي ينشد فيه اللهزوجة الشهيرة عار عليكم أيها الطغاة تقتلون شعبا بالتظاهرات، وذلك بعد إطلاق سراحه نتيجة الضغط الشعبي. جيشنا مهدنا أين الحماة تقتلون شعبا بأمر الطغاة، جيشنا مهدنا من أهزوجة عار عليكم التي وجهها المعتقل الذي أفرج عنه نتيجة الضغط الشعبي علي المهنا، وجهها إلى الطغاة، منها إلى أمر آخر في البصرة. الأهالي هناك لجأوا إلى حلول مبتكرة من خلال تحويل استوتات إلى صهاريج صغيرة لنقل المياه العذبة إلى المنازل، وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن حل مشكلة التلوث. يعني شنو؟ وهاي الان بدا الشعب البصري يبتكر شغلات جديده، تحولت الستوته الى تناكر مصغره من اجل ازمه المياه. انت ما تدري احنا قاعد نرتوي بماي الحيوان ما يقدر يشرب من عنده، انت ما تدري البصره بيها ماي مالح صار لها اكثر من 20 سنه و30 سنه، انتم 15 سنه ما عرفتوا تجيبوا لكم محطات تحليه. هذا مقترحكم، قعدتوا في عام 2018 قلتوا شو نسوي للبصره؟ يلا زودوا السيارات الحوضيه. يا سيارات الحوضيه، هو الماي نفسه اصلا، الماي الان بسبب الملوحه المرتفعه، الماي مو حلو، حتى الماي المصفى مو حلو، وهاي ما شاء الله، هاي مدينه تنتج 3 مليون برميل من النفط، تناكر مصغره وسيارات حوضيه، واليوم رئيس الوزراء حصره. بالله ارد اشوفه يعني شو يسوي؟ ما عندكم مشاريع استراتيجيه؟ يا اخي قولوا روح للكويت قولوا لهم احنا حكومه ما نتهم،
شلون انتم عندكم ماي حلو؟ هاي السيله كل السيلين وهاي سيارات الحوضي شوفوا. من ابتكار الستوتات في البصرة إلى ابتكار آخر أو محاولة أخرى هدفها محاولة تخفيف تلوث المياه الذي غضت الطرف عنه الحكومة الحالية للأسف ولم تحرك ساكناً، ما دفع البصريين إلى حفر الآبار على بعد 5 أمتار من الأنهر في محاولة لاستخراج المياه الباطنية العذبة التي تقع تحت عمق 100 متر تحت سطح الأرض. فمياه الأنهار عادة ما تتحول إلى مياه بحار ولا تعود لها أي فائدة. تعالوا نشاهد ماذا فعل البصريون. تصدق أو لا تصدق، في محافظة البصرة، بصرة العجائب والغرائب، حفر بير ارتوازي على بعد 5 أمتار من النهر في منطقة الهارثمون. صايرة هاي، هذا مالح مثل البحر. ايش قد استاذ وصل قياس؟ 45,000 مو؟ وصل 27,500 مليموز، 27,500. هذا هاي ماكينة حفر البير الارتوازي، وهذول الأخوة الفنيين والأخ صاحب الأرض، وهذا النهر يا أخوان، بير بصف النهر. شنو أسباب حفر هذا البير؟ الأسباب الحفر لكون المياه، لأنه هذا الشط كان قبل قنوات ماها عذب. الان غياب السلطه والمسؤولين عن القنوات هاي، انا يعني عندنا ابانا واجدادنا، هذا من يعني من انشاء هو العراق، النهر دجله والفرات موجودات فيه، ما اجانا ماي بحر والامر علينا ماي بحر. نعم يدير الاتفاق الاديني، وهذا ماله مياه جوفيه، والمياه الجوفيه تاخذ من النهر، مياه باطنيه وليس جوفيه، انا ما استخدم مياه جوفيه، باطنيه جوفيه ما لها. هذا عذب؟ هذا مياه على اساس جهاز طلع عندنا عذب باعماق عميقه، يعني نقول حسب الجهاز، حسب الجهاز بعدنا لحد الان ما نعرف عن الجهاز. يعني احنا هسه حفرنا مو شوي غريبه بير؟ اي غريبه النهار. غريبه نعم، غريبه في الغرباء، لانه وصلت. الآن إلى موضوع آخر، عشرات المدارس في قضاء الزبير تتحول إلى خرائب تستغلها العصابات. مدرسة حسن البصري، مدرسة حسن البصري أغلب شخصيات الزبير خريجي معتها، من 2012 تفلشت واليوم هذا حولوها بزارية الجبل. مدرسة حسن البصري عليها 4 مناطق، محلة العرب الأولى والثانية والرشيدية والشمالية. الطلاب أغلبها جارحون للمربد، المربد بعيدة الكوستر 30,000 شخص. ليش فلشوها؟ ما أعرف شنو السبب، بس هي من تفلشت فلشت ويا المدارس الأهلية من بدت. الآن نتابع وإياكم مشاهدينا الكرام هذا المقطع والذي فيه تظهر احتجاجات لمدراء مدارس في الزبير لرفض تحويل واجهات المدارس لمحال من أجل بيع الخضار والفواكه. استغلال بعض واجهات المدارس الان عندنا في قضاء الزبير، استغلال هذه الواجهات من قبل المجلس البلدي وايجار هذه الواجهات لبعض الاشخاص اللي ما لها علاقه لا عن طريق. شلون يعني ياجرونها؟ شنو الاستخدامات؟ خلاص حاجه المجلس البلدي او نعبر عن صلاحيه المجلس البلدي ان يؤجر واجهات، احنا نريد نشوف يعني السند القانوني، السند القانوني اللي عندهم بتاجير واجهات المدارس، واضح لو لا؟ شلون ياجرونها؟ شنو واجهات؟ ما نعرف احنا شنو مثلا اجروها، ايش صارت ولا ما اجروها؟ محلات النقالات، محلات المخضر، محلات كذا، شلون محلات مخضر امام واجهه مدرسه؟ هذا الشخص عانينا ما عانينا من تدخلاته في شؤون المدرسه، المدارس وشؤون التربيه، دائما يطالبنا بامور خارجه عن صلاحيته، حسب المرجعيات وحسب سلسله المراجع نطلب من المديريه العامه
بالإفصاح عن هل يتم تزويد بهذه المعلومة، فترد علينا المدير العام بعدم السماح له وإعطاء، فنصب لنا العداء وأمور أخرى أنا لا أحب أن أذكرها عبر هذا التصريح. الشخص غير مسؤول وغير مهني في عمله. كتب نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي: لن تتخيلوا أعداد أو عدد الكادر التدريسي قياساً بأعداد التلاميذ في إحدى مدارس قضاء المدائن جنوبية بغداد. السلام عليكم أخويا صلاح المارك، واك الله. هاي مدرسة ندى الزهور للبنات، كانت من ضمن مدرسة روح القدس، فانشطرت شطرة ولد وبنات. العدد البنات 650 طالبة وعدد الولد تقريبا 700. المعلمين الموجودين بصفحة الولد 14 معلم، والمعلمات الموجودات في مدرسة الابتدائية تقريبا 6 معلمات بس، واحدة من عتل ماخذة أمومة، وواحدة منهن عندها عملية يعني جراحية. السلام عليكم. وهاي المدرسة بناحية الوحدة 650 طالبة، معلمتين فقط الموجود. إلى الحال الذي وصلت إليه المدارس في ظل حكم الأحزاب بعد عام 2003، بعد أن تحولت إلى أماكن للتدخين وانتشار العادات السيئة بدلاً من أن تكون دوراً للعلم والتعليم كما كانت في الماضي. أطفال يدخنون خلال الاستراحة. حملات لمقاطعة العملة الجديدة التي حذف منها الدينار الإسلامي ووضع بدلاً عن اسم علي العلاق. يعني أدمن أرجو أن نشر هذا الألف، هذا مع علي المعلاق، علي العلاق. اللي عنده فلوس شو يسوي؟ يشققه، هذا يشققه اللي باسم علي المعلاق يذبه، واللي ما عنده فلوس شو يسوي؟ هذا قرب هنا، انا قرب الكاميرا، هسه مو هذا اسمه، يشطب اسمه ويقدر يستعمل الفلوس، يشطب اسمه ويستخدم الفلوس طبيعي. طبعا هذا المقطع على مسؤولية هذا الرجل ولا يمثلنا طبعا، ولكن نشرناه لكم حتى تتأكدوا أن هناك حملات تدعو إلى مقاطعة العملة الجديدة كونها تحمل اسم علي العلاق وحذف منها الدينار الإسلامي، إلى مواطنين أتلفوا اسم علي العلاق الذي وضع اسمه على الطبعة الجديدة من العملة العراقية. يا الله، والآن نشز اسم هذا الفاسد علي العلاق الدعوشي الكلب ابن الكلب، لأن ما نشرف اسمه على الفلوس العراقية، نعمة الله تعتبر. وصلنا وإياكم سادتي المشاهدين إلى فقرة آرائكم. في آرائكم: شرطي المرور في سيطرة بغداد وسط الرستمية يأخذ الرشا مقابل مرور الشاحنات إلى بغداد. نتابع المقطع ثم نقرأ التعليقات. هكذا علناً إذن
الآن نقرأ عليكم أبرز التعليقات التي دونت على صفحات شباب عراقيين في موقع فيسبوك. البداية ستكون مع قصي محمد الذي كتب: حبيبي هاي الحالة صارت علنية ورجال المرور والجيش والشرطة تجار صاروا. قصي يريد أن يقول هذا الرجل أو هذا الشرطي أو هذا الضابط لا يقوم بما يقوم به متستراً أو متخفياً، وإنما أصبحت المسألة علنية يمارسها الضابط بالشرطة الحكومية وأيضاً ضباط بالجيش الحكومي مع الأسف. إلى تعليق جديد وفيه مهند يقول: مهند حسبنا الله ونعم الوكيل، شباب يرحم أهلكم أي واحد يشوف حالة ابتزاز ورشوة خلي يصور ويفضحه، بلكي نخلص من وضع البلد الكثيف. مهند يتحدث داعيا الشباب إلى ضرورة فضح هذه الممارسات الشرطية غير المسؤولة التي تقوم بها الأجهزة الحكومية. إلى تعليق آخر، في التعليق التالي أبو كيان يكتب: هاي السيطرة يشتروها مشترى المنتسبين، واللي يجي يشوف التريلات ينزلوها على التراب على مود يأخذون منه، والعالم شايف الضيم. أبو كيان يتحدث عن شرعنة هذا النوع من الفساد وكيف أن هناك ضباطا يتعاونون من أجل تقاسم هذه المبالغ المالية التي تأخذ ابتزازا من المواطنين مقابل السمح لهم بالمرور في بلادهم أو في بلدهم العراق. إلى تعليق آخر، في التعليق التالي براءة عشق تقول: هو شنو بالعراق ما برشوة؟ وين ما تروح رشوة؟ الصحة رشوة، تربية رشوة، داخلية رشوة، وا 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 دقات على هذا الشرطي. هي متسائلة من نفس محبط، البلد كلها تعيش على الرشا للأسف، الأجهزة الحكومية ومؤسساتها كلها قائمة على الرشا بحسب هذه الشابة، فلماذا تستغربون من هذا الشرطي؟ الآن نذهب إلى تويتر. قطع بدون نفع، هذا هو الهاشتاج أو الوسم الإلكتروني الذي نشط خلال الساعات القليلة الماضية على موقع تويتر. نقرأ عليكم الآن مشاهدين الكرام أبرز 4 تغريدات اختتمت بهذا الهاشتاج. البداية مع زينب تقول: زينب قرار قطع النت المستمر إقرار من إقبال الصيدلاني أن الفساد بوزارة التربية واصل للعظم وما يقدر له. قطع بدون نفع، على ما يبدو أن كتبت بعض التغريدة بالفصيح وبعضها الآخر بالمحكية العراقية، ولكن الأهم في هذا الموضوع أنها أرادت أن تشير إلى فكرة أن قطع الإنترنت ما زال يتواصل للأسف في عموم العراق. إلى تغريدة ثانية نذهب وإياكم، وكتبها علي يقول: علي أكبر دليل على وجود فساد كبير في وزارة التربية هو قطع الإنترنت خلال الامتحانات، أما دائرة المفتش العام وهيئة النزاهة نايمين وكل من حاير بمنصبه، وشلون يحافظ عليه؟ علي يقول: إن المؤسسات للأسف تتعرض إلى فساد وإتلاف منظم ومبرمج ومقصود، والمسؤولون الذين يعملون فيها لا يتفرغون إلا لمصالحهم الشخصية فقط لا أكثر. إلى تغريدة ثالثة وكتبها صفا يقول: ربط مراكز امتحانية محددة بشبكة انترنت مؤمنة وإعاز نشر الأسئلة بيد الوزير حصراً هو أفضل بكثير من الطرق التقليدية وقطع الانترنت بحجة التسريب. صفا هذه الشابة تتحدث مقترحة، يعني نوع من الاقتراحات الإيجابية الذي بإمكانه أن يحل المسألة من وجهة نظر التربية ويمنع فكرة الغش أو تسريب الامتحانات إذا كان هذا هو الهدف، لا القيام بخطوة غير حضارية وهي قطع الإنترنت وإعاقة مصالح المواطنين. إلى تغريدة أخيرة نذهب وإياكم وكتبها مصطفى يقول: مصطفى العراقي بدل إعفاء المدراء الفاسدين المسؤولين عن بيع الأسئلة ومعاقبتهم يتم معاقبة الجميع بقطع الإنترنت، وبالإمكان بناء نظام إلكتروني بسيط يحل هذه المعضلة. هذا الشاب العراقي يتحدث يقول: لماذا تأخذون بجريرة سين أو صاد من المواطنين؟ لماذا تعاقبون شعبا بأكمله؟ بسبب أيضا تقصير مسؤول حكومي عجز عن ابتكار فكرة أو يعني استشارة بعض المعنيين من الفنيين والمتخصصين بهذا المجال من أجل حل هذه المعضلة التي تتكرر للأسف
بشكل سنوي. الآن نذهب وإياكم إلى المقاطع المصورة. في اليوم العالمي للقضاء على الفقر يتساءل عراقيون ما هو مصير فقراء العراق؟ مشاهدينا، وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوتكم. لاحقا نلتقيكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. السلام عليكم.